تبقى منجلة جديدة اهي بطريقة كويسة. طبعا الكبسة هو بعيد عن الأمان نهائي وبعيد عن كل حاجة، تمام كده. تقدر برضو سكوبك زي ما هو، تقدر تحط القطعة دي اللي هي دي هنا على الألوز ده أو تركبها هنا، تمام كده. ادي العمود، طبعا تعلي وتوطي، طبعا هنا في وردة اهي، تعلي وتوطي زي ما انت عايز، كلها الجنبين كده الاربع مسامير تعلي وتوطي زي ما انت عايز لغاية لما تظبطها معاك مع دي، يبقى كله خط عدل. طبعا الكانون تخين، هنا الماسورة رفيعة، تمام كده. امشي اهو نفس الكلام، وده يا دوب لازم اهو مش اختراع يعني. وهنا نفس الكلام، تعال توطي تعمل اللي انت عايزه. وادي ظروف الدراع تحت اهو، تمام. الكانون قاعد مرتاح، هنا نفس الكلام اهي، يعني ما فيهاش اي حاجة، الماسورة مبيتة ومريحة اهي، اهي مريحة خالص خالص زي ما هي كده اهو اهو. طبعا عشان الكانون بعيد خالص، شوف اهو، تمام كده اهو. طبعا انا شايل التتك اهو، حاطط يا دوب حتة ورق هنا اهي، ورق مقوى كرتون اهو زي ما هي اهي، تمام كده اهو. تقدر تركب دي هنا، لو مفيش ده تركبها اهي، تشكلها زي ما انت عايز، المنجلة او الملزمة دي زي ما انت عايز. بس يعني شوف مرتاحة معاك اهي، 100 فل و14 و15 يعني اهو، تمام كده. دي كانت بتتحرك معايا، حطيت لها شوية ارنديل، بس حركة بسيطة، حطيت لها ارنديل هنا اه، ماسكة زي حتة الحديد وما بوجعش دماغي اه. منجلة زي ما قال الكتاب، وده لزق عادي اهو، ده لزق شديد شوية، وده لزق اللي هو العادي، بس عشان الماسورة ما تتجرحش ولا الكانون يتجرح. ومع تحياتي مصطفى ابو اسماعيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.